بعد العدوان الغاشم على الزبارة عام 1937 ميلادية، سعى الوسيط البريطاني إلى عودة العلاقات كما كانت قبل العدوان، حيث قرر عدد من رعايا الدولة الخليفية العودة لمساكنهم في إقليم الزبارة التابع للبحرين كما كان سابقا. وقد وجه رعايا البلاد رسائل واضحة للاعتمادية البريطانية، مفادها بأن هذه العودة مشروطة بتبعيتهم البحرينية وولائهم لصاحب العظمة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البلاد المفدى في الفترة بين 1942-1961 ميلادية. ورد في رسائل الولاء النص التالي: نقول ونحن الواضعون أسماءنا في ذيل هذه الورقة إنه إذا حدث بيننا أو بين إحدى القبائل المجاورة لنا شيء من النزاع أو الخلاف، إن الذي يسدد أمورنا مأمور الخليفة من سابق ولاحق في الأشياء الخفيفة والكبيرة، يرجع أمرنا لآل خليفة ويأمرونه بالأمر الذي يرونه وهو ينفذ الأمر هذا من سابق ولاحق. وقد تم التوقيع على هذه الرسالة من قبل عدد من رعايا الدولة ممن قرر العودة إلى قطر، ومنهم أفراد من الكعبان والكبسة والبكوارة. جمع بن محمد الكعبي يستذكر مجموعة من الأسماء التي وردت في هذه الوثائق: هما سبق يعني قبيلة الكبسة مع الكعبان مثل اخوان، يعني قمتهم واحدة فزعتهم واحدة سكنهم يميع، يدلك انهم دام المناطق هاي تحصل مختلطين في نفس القرية وبينهم نسب، يعني يتزوجون بعضهم بعض تواخذون، يعني هذا ياخذ من القبيلة وهذا ياخذ من القبيلة. وبعد في اثبات ثاني لما ياوين يرجعوا هني سكنوا عندنا هني في عسكر، يعني جيراننا وقمتهم ويانا، فاحنا مع الكبسة مثل الاخوان، يعني الحمد لله يعني قبل ولازلنا ان شاء الله. محمد بن علي بن كفنة، بن كفنة هذه الله يسلمك من الشمال تحديدا، يعني هم يعني كله في منطقة العريش والخوير، ويسكن هنا يسكن في ام الحصم، يسكن في ام الحصم بعد الحريبة، هالي عرف عنها. لحدان بن صباح الكبيسي، لحدان بن صباح قنيع التعريف، كان من من الصمخان، هو لحدان بن صباح بن شلهوب من فخيرة الصمخان من الكبسة، وهم الكبسة هما الشيوخ الصمخان، هما الشيوخ الكبسة هم أكبرهم كبيرة، وهو كان يوم وقعت الزبارة وقعت الثقب كان موجود هناك، لكنه الاحدان ما شارك في الحريبه، بس هو كان في الديره وياهم في الديره، وعقب نزح وياهم يوم نزحوا ويا سكن، وسكن عندنا في عسكر، واخر حياته سكن في الرفاع. انا ما لحقت عليه لانه توفى في 55، كان عمري 3 سنوات، انا ما شفته، بس شفت ولده صباح شفته، وولده الثاني شلهوب بعد شفته، له قصيده مشهوره هو، يعني انا مع الاسف ما كنت حافظها، كان من بيته سحين، هو نازل رايح هناك حق جماعته عقب الحريبة، يعني يمكن في أول الأربعينات ولا شيء كذي، يعني في 1940-1941 عاد نزل، يعني حول جلبوت صوب راس عشيرج بنين إلى البحر قزير عشان الجلبوت تتي على السيف، ويوم حول ومشي يشوف صبح القصر ويعرف إنه خذوه، عاد هو يقول أنا أشوف صبحة في منازل عموقها، عموقها يا هلا، أنا أشوف صبحة في منازل عموقها شطت بهالنيات عما يشوقها، بقت في ديار القوم صبحة قريبة تل المدامع من محاجر موقها، عليه ثياب مستاسعات دوارس. القوم كان يطلق على العدوان، دام العدوان يقولون ما يقول يوون العدوان، يوون القوم، فهو قال في القصيدة، والله قصيدة كانت طويلة حوالي 20 بيت، أنا أخذت من واحد من راوي مني عندنا من الجماعة في عسكر توفى الله يرحمه، كان حافظها، بس مع الأسف إن ضاعت من عندي. الأحدان يعني
ما العارف ما يتعرف، يعني الأحداث معروف من الشعراء، شاعر يعني مهما تتكلم فيه سبحان الله، يعني اللي وياه يقول لك يعني هو يمشي يقول سمعوا بس يعد القصيدة يسوي قصيدة هو يمشي. محمد بن قطامي الكبيسي. هي محمد بن قطامي سكن عندنا في عسكر وعقب تحول في الرفاع، توفى في الرفاع، شفت عياله، أنا عياله شفتهم، وهو شارك في الثقب بعد، شارك في قصر الثقب. راشد بن عبد الله الكبيسي. إيه هو راشد بن عبد الله يسمونه من الحداد، سكن عندنا في عسكر وشفته، توفى في أواخر السبعينات، توفى هناك ما بدي راحوا، عنده عيال عيد وعنده عبد الله. حمد بن محمد بن طوق. هي حمد بن محمد بن طوق الشبيسي، وسكن في الشمال ولا زالوا عياله موجودين، يعني أحفاده موجودين في الشمال لا زالوا. عبد الله بن يعقوب الكبيسي. شارك في قصر الثقب في الحريبة، ومن الأشخاص المرموقين والأشخاص المعروفين يعني، وسكن آخر حياته سكن عندنا في عسكر وعقب ارتحل وتوفى في التسعينات تقريبا، جده كبر يعني كبير سن صار. سعد بن علي الكبيسي. سعد بن علي هو من جماعة محمد بن قطامي. سعد بن علي سكن عندنا في عسكر، وعنده أخو اسمه ضاعن بعسكر وعندنا في عسكر. سعد بن علي الله يسلمك كان عنده أولاد، واحد اسمه حسن واحد اسمه عبد الله، وارتحلوا في سنة 59 من هنيه شدوا. عيد بن يعقوب الكبيسي. عيد بن يعقوب أخوي من يعقوب وأخو عبد الله بن يعقوب، آخر حياته سكن في الحد، أول سكن في عسكر وبعدين تزوج في الحد والله توفاه في الحد يعني في التسعينات تقريبا جدا. جابر بن غانم الكبيسي. جابر بن غانم معروف، وكلهم أهل العريش، هذين أهل العريش والأخوير، هاي مناطقهم كلهم يوم البحرين وعقب رجعوا. جمعة بن يعقوب الكبيسي. وكان هو عضيد الوالد، لما يقول الوالد كلام ويسمع كلام الوالد وهو يوجه جماعته على كلام الوالد، هو جمعة بن يعقوب هذا، وهذه تو متوفي يعني من زمان، وهي تو متوفي يمكن في 95-96 تقريبا. صلهام بن عيد الكبيسي. صلهام بن عيد الكبيسي من هالشمال، نعم صلهام بن عيد الكبيسي بالشمال، وهو كان شاعر بعد، شاعر وله ديوان. خميس بن راشد الكبيسي. خميس بن راشد الكبيسي من الصمخان، سكنوا عندنا في عسكر وارتحل مع جماعته في سنة 59. وعلى الرغم من الدلائل الواضحة واقعيا وجغرافيا وتاريخيا بتبعية إقليم الزبارة بمختلف قبائله وأهله ومناطقه البرية والبحرية لحكم الدولة الخليفية في السابق واللاحق، فإن الأطماع والمصالح السياسية والاقتصادية تسلطت على أهل البحرين وعلى مناطقهم وقراهم في شبه جزيرة قطر وسلبت أراضيهم بل وحتى ممتلكاتهم، لكن كل ذلك سيبقى حقا من حقوقهم وإن طال به الزمن.